عباقرة الأصحاب ومباراة مهمة جداً في دور الستاشر، والنتيجة بعيدة. البؤساء 110، النسور 10، والنسور بقيته في موقف وحش. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط فقرة مش سهلة. البؤساء اختاروا ثروت رضا هو اللي ابتدي، والنسور اختاروا احمد عبدين هو اللي ابتدي. اتفضلوا. طبعا انتوا عارفين خلاص اللي بيحصل. 10 اسئله في 45 ثانيه، تمام؟ احمد عبدين انت اللي هتبتدي معايا الاول. ثروت اتفضل مع سمر، هتسمع موسيقى وترجع لنا تاني. اتفضل. تعالى مكاني يا احمد. بص يا احمد، عينيك على الكاونتر، كل تركيزك معايا. سؤال مش هتعرف تجاوبه هتقول ايه؟ بس. تمام، جاهز؟ جاهز. تحت الضغط كاونتر. من هو الشاعر الفلسطيني صاحب ديوان عصافير بلا اجنحه؟ نيكست. من هو الفنان المصري صاحب البوم حواديت؟ هاني شاكر. غلط. كم عدد طبقات الجلد الرئيسية؟ 2. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة سريلانكا؟ جمهوري. صح. ما هي جنسية الحكم الدولي مايكل أوليفر؟ أسباني. غلط. في أي قارة تقع جزيرة كابري؟ أوروبا. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور حميدة في مسلسل مأمون وشركاء؟ منى زكي. غلط. في عهد أي من الخلفاء الراشدين تم إنشاء نظام الدواوين؟ عمر بن الخطاب. صح. فضل مكانك. كم؟ تعال هنا مكانك، هنا هنا، لسه ما خلصناش. كم إجابة صحيحة؟ 3. 3 إجابات صحيحة ب 15 نقطة. سمر عايزين ثروت ينضم إلينا. هنشوف دلوقتي ثروت هيعمل إيه. ثروت تعالى مكاني، اتفضل. ثروت الموقف كالآتي: احمد عبدين عنده 3 اجابات صحيحه و15 نقطه. لو اتعادلت هتاخد 15 نقطه. اكتر احمد عبدين هيديك 10 نقط هديه، اقل هتدي هديه لاحمد عبدين. لو مفيش اجابه هتقول ايه؟ نيكس. اتفقنا. جاهز؟ جاهز. تحت الضغط كاونتر. من هو الشاعر الفلسطيني صاحب ديوان عصافير بلا أجنحة؟ محمود درويش. صح. من هو الفنان المصري صاحب ألبوم حواديت؟ نيكست. كم عدد طبقات الجلد الرئيسية؟ 4. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة سريلانكا؟ نيكست. ما هي جنسية الحكم الدولي مايكل أوليفر؟ إنجليزي. صح. في أي قارة تقع جزيرة كابري؟ أستراليا. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور حميدة في مسلسل مأمون وشركاء؟ لبلبة. صح. في عهد أي من الخلفاء الراشدين تم إنشاء نظام الدواوين؟ عمر بن الخطاب. صح. ما هو النادي الفائز ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد العام 2019؟ زمالك. صح. تفضل. 5 إجابات صحيحة لثروت. أحمد عبدين، ثروت هياخد منك هدية 10 نقط. جت عليهم؟ ما جتش عليهم، صح؟ نشكر ثروت واحمد عبدين، اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. البؤساء السعداء 145، النسور 25. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. من هو الفنان المصري صاحب ألبوم حواديت؟ محمد منير. بالظبط كده يا شاهين، ده محمد منير. كم عدد طبقات الجلد الرئيسية؟ 3. يا سلام، كلكم تجاوبوا. الطبقة ايه الجمال ده؟ هما دول السؤالين الوحيدين اللي ما جاوبوش، بقية الأسئلة جاوبت. ودلوقتي هنبتدي الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ثروت اتفضل، ومحمد رمضان اتفضل. 25 نقطة لفريق واحد بس. هنشوف مين اللي هيحرز أول هدف.
محتاجين 25 اوتوبيس. اتفقنا؟ السؤال الاول، رياضة، كم عدد المرات التي اعتذرت او انسحبت فيها مصر من كأس العالم؟ كم عدد المرات التي اعتذرت او انسحبت فيها مصر من كأس العالم؟ مرتين. لا، اكتر من كده. اجابة خاطئة. سبع مرات. ياه، فرقت يا رمضان. هارد لك. إجابة خاطئة. الإجابة صحيحة 6 مرات، وقصصهم حلوة جدا، اقروها. تفضلوا دلوقتي السؤال التاني، أنس وصفاء. تفضلي صفاء وأنس، وهنشوف مين اللي هيحرز أول هدف لفريقه. السؤال التاني، فنون، كم يبلغ عدد أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي ستار تريك حتى عام 2018؟ ثلاثة. إجابة خاطئة. تخمين، 9. تسعة. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 13 جزء. تخيلوا ليه؟ 13 جزء ابتدت من سنة 1979. تفضلوا سناء وأحمد عبدين، السؤال اللي جاي في الجغرافيا. إيديك على البازر أحمد، لو أحرزت هدف في أمل ترجع ب 25 نقطة. أحرزها إن شاء الله. السؤال التالت جغرافيا، في أي دولة أوروبية تقع بلدة كريستيانيا التي تعرف بالبلدة الحرة من بلاد الإسكندنافية؟ ثانية. فرنسا؟ أنا قلت البلاد الإسكندنافية. فرنسا. إجابة خاطئة. النرويج؟ النرويج. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الدنمارك. آخر سؤال، تفضلوا. شروق وشهندة، شهندة وشروق، وسؤال ب25 نقطة. روح رياضية. السؤال ده في القدرات الذهنية وب25 نقطة. اللي هيجاوبه صح هيرجع ب25 نقطة. قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية، 1995 ناقص 24 في 2 زائد 9 على 3 يساوي كام؟ خلص الوقت، 4 أهداف، محدش أحرز فيهم ولا هدف. بني بالوقت خالص. هترجعوا أنتوا الاثنين، وهيبقى عندنا الهدف الذهبي ليكم أنتوا الثمانية. أي حد هيدوس على البازر بإجابة صحيحة فريقه هياخد 25 نقطة. طيب استعدوا للسؤال الأخير ب25 نقطة، الهدف الذهبي، قدرات ذهنية، حل المسألة الآتية، 50 زائد 300 على 3 زائد 1500 ناقص 50 يساوي كام؟ أنس. 1600. إجابة صحيحة. 1600 الإجابة صحيحة، وكان النتيجة 170 البؤساء 25 النسور. البؤساء انطلقوا. إجابة صحيحة. فرق السكور الحمد لله كان فيه توفيق من ربنا من أول فقرة اللي احنا قدرنا ناخد فيها نقط كتير.
البؤساء متألقين. في نفس الوقت النسور تخضي. هو التوتر برضو كان مأثر علينا وعلى الفريق الثاني. القلق ده خلاهم مش عارفين يتصرفوا ومش عارفين يركزوا والمباراة عمالة تهرب منهم. القلق ليه عامل كبير في فرق السكور اللي بيننا. وأكيد النهاردة كان درس قاسي جدا. فقرة ضربات الجزاء فقرة فعلا صعبة، نتمنى ان احنا نجيب فيها نقط. فرحت الاول ان هو جاني سؤال فنون لانه كنت مذاكرة فنون كويس، بس ما حلفنيش الحظ ان انا اجاوب. الحمد لله انس قدر ان هو يخطف البازر وكسبنا السؤال الذهبي. انس 1600 اجابة صحيحة. حاجة الحظ مش هتفرق. فريق البؤساء محتاجين يركزوا لان اللي جاي اصعب. النسور البؤساء خلصوا على المباراة، اتحسمت قبل آخر فقرة. ركزوا بقى عشان تعلوا السكور عشان الموقف مش حلو. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 75 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 112500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 292500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.